ومع الحملة القومية للسمنة والسكر اللي مازال الدكتور ياسر عبد الرحيم بيتابعها ومهتم بيها جداً وقدم فيها الكثير من خلال السياحة العلاجية ومن خلال تخفيض الأسعار اللي تناسب كل شخص وكل أسرة. ما زلنا مكملين مع الدكتور ياسر عبد الرحيم. طبعا الدكتور ياسر أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، أستاذ قسم جراحة السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. وبرحب بيك يا دكتور، وسلاحك في ايدك اهم حاجة. ما تغيرش السلاح. طبعا. يعني انا شايفة اهتمامك بسلاحك ده في كل حلقة ان موجود معاك. هل حاسس بتحس ان هو ده السلاح الاساسي في تغيير المسار حياة البني ادمين؟ بالظبط كده. الدباسة الجراحية اللي انا ماسكها دي هي ثالث أهم اختراع في القرن العشرين، ودي اللي نقلت جراحات السكر والسمنة. النهاردة جراحات السكر والسمنة هي جراحات آمنة بنسبة 99.5%، وبتجرى كان زمان بتجرى بفتح جراحي، النهاردة ما فيش فتح جراحي خالص، بنعمل فتحة صغيرة بندخل منها الدباسة دي، وهي اللي بتقطع وتقص وتوصل وبتعمل كل حاجة. والعلماء قالوا ان دي تالت اهم اختراع في القرن العشرين، وسواء عملية تكميم المعدة او تحويل مسار مصغر معدل مؤمن او ثنائي التقسيم هي بتجرى بالدباسات تماما، وده احد اسباب ان العمليات بقت امنة بنسبة 99.5%. عن طريق الدباسات مفيش فتح في البطن، مفيش اوجاع. فاهم قصدي ازاي؟ حتى كان مرضى كتير قوي بيخافوا من الاوجاع ما بعد العمليات. اولا مفيش اوجاع لان احنا بنعمل عمليه من فتحات صغيره، وعندنا النهارده في جهاز حابب اجيبه لحضرتك اوريه لك اسمها الكبسوله السحريه للالم، وكمان دلوقتي في حاجه اجد تماما، في حاجه اسمها تخدير البطن، يعني بنعمل تخدير كامل لمنطقه البطن عشان الالم. العين يبقى فايق وبيتكلم ومخدرين له بطنه لمدة 12 ساعة اللي هي فترة أول بعد العملية، فما فيش ألم. عشان كده أنا يمكن الدباسي دي دايما في إيدي زي الجندي اللي ماسك سلاحه بتاعه. يعني بالظبط كده. كل مريض ليه واحد خاص بيه، يعني ما كده بتستخدمش لأكتر من مريض، بالزبط. كل مريض خاص بيه. طبعا ثنائي التقسيم ده اللي عايزين نتكلم عنه أكتر، الناس عارفة التكميم وعارفة تغيير المسار، ولكن ثنائي التقسيم حاسة إن عايزين نفيد الناس بيه أكتر، لأن في ناس كتير ممكن بتحب الحلويات بترجع تتخن على التكميم، وفي ناس بتحبش تاخد فيتامينات مدى الحياة فما بتحبش تعمل تغيير المسار. فأعتقد ثنائي التقسيم ده ممكن يحل المشكلتين. ثنائي التقسيم زي ما أنا بقول عليه دايما هي معيار النضج ومعيار الفخار في عمليات السمنة. هي عملية بتجمع مميزات تكميم المعدة مع تحويل المسار، وتعطي نسب شفاء للسمنة تقترب من 100% وللسكر من النوع الثاني من 80% ل 100% مع حاجة لفيتامينات أقل كثيرة. هي فكرة العملية ببساطة لو جبنا الصورة بتاعتها على الشاشة، هي احنا طبعا برضو بنعملها بالمنظار، وبنعمل تكميم معدة عادي جدا في الأول، بنعمل تكميم معدة، بعد ما عملنا تكميم للمعدة بنوصل المعدة دي في الأمعاء. الميزة الجميلة احنا بنوصل المعدة في الأمعاء وبنسيب الأمعاء مفتوحة تماما، ما بنلغيش ولا جزء منها، تبقى المعدة متوصلة على الأمعاء، فجميع الأمعاء شغالة في تحويل المسار. اللي هي الصورة دي، اللي هي الصورة دي. لو بصينا على الصورة دي احنا عملنا ايه؟ عملنا تكميم للمعدة، صغرناها وبعدين جبنا الأمعاء وصلناها في المعدة المكممة. فبقى الأكل بينزل. هي سميت ليه ثنائي التقسيم؟ هي اسمها صح تكميم المعدة مع تحويل مسار ثنائي التقسيم. فلو تلاحظي اللفظ جمع الاتنين مع بعض. هي الفكرة ان الأكل بينزل من المعدة المكممة وبعدين بينزل على الأمعاء. الأمعاء بتاعتنا طولها 6 متر، هو بينقسم إلى 20 متر في المسار الطبيعي في الأكل بتاع ربنا، بيعدي على أول 2 متر، و80% بينزل على 4 متر التانيين. أصبح كل الأمعاء شغالة عليها الأكل. فدي بتدي 4 حاجات مع بعض، تدي 4 حاجات، 3 بيقلوا واحدة بتزيد. ايه الـ3 اللي بيقلوا؟ بتقلل هرمون الجوع، بتقلل كمية الأكل، بتقلل امتصاص السكريات والدهون 75%، ولما الأكل بينزل من المعدة للأمعاء بينشط الأمعاء، فبتطلع هرمونات اسمها الانكريتنز، بتنشط البنكرياس
وتشتغل كانها انسولين، وعشان كده يستفيد منها مرضى السكر. هذه العمليه بتجرى للمرضى اللي هم عندهم 20 كيلو ازيد في وزنهم الطبيعي، اذا كان بيحب السكريات بتقلل امتصاص السكريات والدهون، واذا كان عنده السكر بتعطي نسب شفاء للسكر، تجرى بنسب امان 99.5%. والميزه الجميله فيها احنا محتفظين بالوضع التشريحي الرباني العادي، اقدر اخش في المعده بمنظار واوصل للامعاء واوصل القنوات المراريه، وهي عمليه الان تعتبر معيار النضج والفخار لعمليات جراحات السمنه، لانها تجمع مميزات التحويل مع التكميم. وحاجتنا الفيتامينات زي ما حضرتك قلت بتبقى اقل كثيرا، لان انا ما لغيتش ولا جزء من الامعاء. دكتور، يعني يمكن البعض مثلا ممكن يكون عنده السكر وزنه مش زياده، ممكن عمليه من العمليات دي تفيده؟ احنا يعني بنقول لو العيان عنده وزن مش تقيل قوي، مش كتير قوي، لغايه 18 كيلو او حاجه زي كده، ممكن نعمل عمليه تحويل المسار ثنائي التقسيم او تحويل المسار العاديه او حتى التكميم، بس بنعملها بمقاييس واسعه شويه. يعني انا ما باجي اعمل العمليه مثلا لعين وزنه 80 كيلو غير 100 كيلو غير 160 كيلو، كل ما كان العين وزنه اعلى كل ما اضيق المعده شويه واعمل الوصله على بعد ابعد شويه، كل ما عين وزنه اقل بقدر اوسع الامعاء شويه واقلل اوسع المعده واوسع الامعاء على بعد اقل شويه. وعشان كده لازم جراح السمنه يكون فنان. فنان ليه؟ ان جراحات السكر والسمنه محتاج جراح فنان ذو بعد فني، ان هو يفصل العمليه على كل مريض. عشان كده انت النهارده في احلى النجوم، انت فنان في مهنتك يعني. وده شرف ليا ان اكون مع حضرتك. يعني نشوف قبل وبعد بقى الفيديو اللي معانا. اسمي محمد عبد الكريم محمد من كفر الشيخ، انا وزني 285 كيلو وانا طولي 168، انا بعاني من سمنه مفرطه من صغري، رحت للدكتور ياسر ابو رحيم والحمد لله قام معايا بالواجب بصراحه، وقرر لي التحليل والفحوصات الاوليه للعمليه، وقرر لي اعمل العمليه ان شاء الله، وان شاء الله داخل الوقت اعمل العمليه، وانا رامي حمولي واتكال على الله، وربنا عمره ما هيخزيني باذن الله، فدعواتكم معايا. الحمد لله بقالي 8 ساعات وفوت الحمد لله كويس، واحمد النور عز وجل وبعد ربنا سبحانه وتعالى الدكتور ياسر ابو رحيم، ربنا يوفقك ويوفق الولاد الحلال وربنا يكرمه بحاجينا. انا احمد عبد الكريم، قابلتكم من 20 يوم قبل ما اعمل عمليه تكميم، والحمد لله انا كان وزني 285، وحاليا دلوقتي بعد ما عملت العمليه نزلت 245، والحمد لله بصحه جيده جدا جدا في 20 يوم، والحمد لله الحمد لله واشكر ربنا واحمد ربنا ان انا بصحه جيده جدا، ده فضل ورد من عند ربنا، وبعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الدكتور ياسر، والحمد لله مشينا على تعليماته وماشي على التعليمات بتاعته، وحاليا دلوقتي انا بصحه جيده جدا جدا جدا. وانصح اي واحد عنده سنة يا ريت يعمل العملية دي.
حمادة عبد الكريم من محافظة كفر الشيخ. كنت معاكم من 3 شهور بالظبط، كنت عامل عملية تكميم مع الدكتور ياسر، كان وزني 285 كيلو، ونزلت الحمد لله في خلال 21 يوم من العملية 35 كيلو، وحاليا النهاردة نزلت كمان 35 كيلو بـ3 شهور من بعد العملية، وأنا وزني الوقت 215. وأحمد ربنا واشكر فضله إنني والدكتور ياسر يعني دكتور محترم جدا جدا، والحمد لله إن هو بشجع كل الناس إن يعمل العملية دي، لأن العملية دي عملية مضمونة جدا جدا وعملية كويسة جدا جدا. أنا كنت بنهض أمشي خالص، ولا كنت بنهض أعمل أي حاجة، ولا كنت بنهض أتحرك من مكاني. الحمد لله والشكر لله دلوقتي بمشي وبروح وبتحرك وباجي، وانا دلوقتي وزني 215 كيلو، واحمد ربنا واشكر فضله على كل شيء انني قمت وقفت على رجلي، وبعد ربنا سبحانه وتعالى اشكر الدكتور ياسر عبد الرحيم. دكتور، يعني طبعا عايزة تعليقك على الفيديو ده وتغيير حياة بني آدم كاملة، يعني شيء مبهر. الفيديو ده هو صورة حية ازاي نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ان جراحات السكر والسمنة بتغير حياة المرضى دلوقتي. المريض ده على فكرة له قصة لطيفة. المريض ده اسمه حمادة، هو من كفر الشيخ، وهو من أعز أصدقائي، والحمد لله كل مرضى أصدقائي وإخواتي وحبايبي، لأن جراح السمنة محتاج يبقى صديق للمرضى. طبعا صداقة في متابعة بعد طبعاً كده طبعاً. قد إيه المتابعة؟ أنا بقول لهم المتابعة مفتوحة لغاية ما يوصل وزنه الطبيعي، لكن أنا بقول لهم أنا فاتح معاك المتابعة مدى الحياة، إحنا أصدقاء وبقينا إخوات، حضرتك ممكن تتابع معايا مفتوح طول العمر، مفيش أي مشكلة. هي القصة إيه بقى؟ حمادة ده جالي كان وزنه 285 كيلو، هتبقى الرقم 285 كيلو، والعملية دي بتبقى ذات خطورة عالية في الوزن ده. الحمد لله أخذنا العين عندنا على مستشفى الجولف الدولي بنت مد، ودي يمكن من أكثر المستشفيات على مستوى الوطن العربي المجهزة بكل وسائل الأمان، من الإبرة للصاروخ ما فيش عندنا حاجة ناقصة. عندنا دكاترة التخدير، الدكتور أشرف حازم اللي كان بيبنج العيان ده هو أحد أهم دكاترة التخدير على مستوى العالم. أنا حملة عملياتي كل يوم 3 و5 معايا 2 مش دكاترة تخدير، أسود تخدير. ده مهم شريف جدا طبعا. دكتور شريف والدكتور أشرف دول هم عناية اللي بشوف بيهم الدنيا، اللي بيخدروا المرضى. وسمعت بتوعي إن ما بقى في حاجة بياخدوها. هقول لحضرتك، فالمريض ده احنا خدرناه، العملية بتاعته الحمد لله خدت من فضل الله 45 دقيقة بالظبط. العيان النهاردة بقى في عندنا أنبول سحري كده بنديه للمرضى، خلال 5 دقايق بعد العمليه العيان بيبقى فايق تماما، وانتوا شفتوا في الفيديو العيان بعد العمليه بكام ساعه بيتكلم. النهارده بقى في عندنا سحر الحمد لله، بقاش نودي المرضى بتوعنا من فضل العنايه المركزه. المريض بنديله الانبول السحري ده بيفوق بعد العمليه بـ5 دقايق، بيطلع يتكلم بعد ربع ساعه مع اهله، بيتكلم وبياخد ويدي وعاقل تماما، وما راحش العيان المركزه. حماده ده بعد العمليه بـ20 يوم يا بوسي خس 40 كيلو، يعني كان بيخس 2 كيلو في اليوم. ما شاء الله، انت تخيل المنظر. بيخس 2 كيلو بردي، 2 كيلو في اليوم. بعد العمليه بحوالي 3 شهور كان خس 70 كيلو، وانتوا شفتوا انطباعه قد ايه كان سعيد، ولسه متابع دلوقتي خلاص نزل تحت ال 200 بقى 100 وشويه. فالعيان طبعا حياته اتغيرت، بقى يروح بقى بيجي. انا يعني لو ما عملتش في حياتي غير مريض زي ده اديت له السعاده دي طبعاً والرضا ده، يبقى انا هقابل ربنا راضي عن اللي انا عملته. فالحمد لله الفيديو ده ورانا قد ايه جراحات السمنه حلت مشاكل طبعا كتير، بتغير حياه الناس. واحد زي كده هو جالي في عياده قال لي جمله يا بوسي تصعب عليكي، قال لي انا عايش ميت، انا 285 كيلو، مش قادر اروح الحمام، مش قادر اتحرك، عندي مجهود ام اجيب ريموت التلفزيون، عايز اشرب لازم انادي حد يجيب لي اشرب. طبعا انك تغير حياه المريض وشفته قد ايه بقى المود بتاعه كان جميل، دي حاجه سعيده جدا. وبرده زي ما احنا قلنا ان احنا نقدر نوفر العمليات دي للمرضى بتوعنا بالامان التخديري ده في اعظم مستشفيات مصر، والحمد لله بالاسعار المميزه بتاعت الحمله القوميه، فنقدر نقول ان احنا ادينا
يعني جزء من رسالتنا نحو المجتمع بتاعنا اللي هو شعار الحملة بتاعتنا وطن عربي بلا سكر وسمنة. دكتور ياسر معاه عصاية سحرية هيحل لكم مشاكلكم كلها، مشاكل السمنة، مشاكل السكر، المشاكل اللي بيعاني منها كل بيت مصري. دكتور ياسر أنا بشكرك جدا وسعيدة النهاردة أن أنت وضحت العمليات المهمة وقد إيه بتغير مصير البني أدمين وقد إيه بتساعد في الحملة القومية اللي اتكلم عنها الرئيس، وقد إيه أنت عامل أسعار مخفضة عشان كل إنسان يقدر يوصل لحلول ويحل مشاكله اللي في السمنة والسكر بأقل تكلفة مع حضرتك. بعصايتك السحرية دي هتفضل فنان ونجم ومنور معنا في أحلى النجوم. متشكر يا فندم. شكرا يا دكتور. دكتور عبد الرحمن مساء الخير. معلش انا اقتحمتك بس حابه اسال البيشن اللي عندك شويه اسئله علشان المصداقيه مع الناس، ممكن؟ طبعا يا فندم تشرفينا وتنورينا، بس نستاذنك الاول نسالها، نستاذنها في كده لو موافقه ما عندناش اي مشكله. اتفضلي. طبعا ممكن نتكلم معاكي شويه؟ اه طبعا، ده شرف ليا. وعشان المصداقيه وعشان دايما يقول اسال مجرب ما تسالش طبيب، انا عن نفسي احب اسال حد جرب اكتر ما اسال الدكتور، لان اللي جرب هو عارف ايه الخطوات اللي حصلت له، ايه المضاعفات اللي حصلت له، التطورات اللي حصلت له، هيحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. عشان كده انا اقتحمت النهارده مكتب دكتور عبد الرحمن لما لقيت عنده حد عمل حاجه عنده قبل كده وبيجي علشان يعمل حاجة تانية، فده طبعا حاجة عجبتني جدا ان الواحد يجي مرة واثنين وثلاثة المكان، معنى كده ان المكان يعني نثق فيه. وهنعرف اكتر، اتعرف بقى عليكي منى. انا حبيت ان انا اسألك لان انت عملتي حاجة قبل كده مع دكتور عبد الرحمن، عملتي ايه؟ كنت عاملة معايا قبل كده عملية ومش انا بس، يعني ده انا وحد من اخواتي وصحابي، يعني جروب كلكم. انت اللي بدات الاول ولا اختك ولا اصحابك؟ انت اول واحده. عرفتي الدكتور ازاي؟ كنت بعمل سيرش، كان عندي مشكله معينه وكنت عايزه اظبطها، اخترت كذا دكتور منهم. زرت دكتور واثنين وثلاثه، ما ارتحتش نفسيا خالص، حسيت ان المشكله معايا بتزيد نفسيا اصلا. بس لحد بعد كده عرفت الدكتور. ايه اللي خلاكي تثقي فيه وتيجي وتجيبي اختك واصحابك هنا؟ اول حاجه هو عرف يهديني، عرف يطمني من ناحيه العمليه ان هي حاجه سهله، مش اللي هي حاجه متعقده او حاجه كبيره زي ما كان الباقي بيعمل معايا. عرف يسمعني حلو جدا، فبالتالي عرف ان هو يطمني، فلا ارتحت. العمليه كانت ايه؟ كشيب. كله يعني بتظبطي الشيب بتاعك. انت كنت املى من كده، عملك نحت ولا انت عندك بروز في حتت وضمور في حتت فحبيتي ان انت الشيب؟ لا، كان في اماكن معينه كنت حابه ان انا بس اظبط فيها الشيب بتاعي. الحمد لله النتيجه طلعت احسن ما انا ما كنت متخيله اصلا. حصل لك اي مضاعفات، اي حاجه حصلت؟ لا لا لا. عملتي العمليه هنا في اوضه العمليات، اما دخلتيها شايفه انها كانت مجهزه كويس، الدكاتره البنج كويسين؟ يعني كلميني عن الخطوات اللي اتعملت بيها. الخطوات اللي حصلت، انا اصلا اول ما دخلت انا كنت مرعوبه جدا لدرجه ان انا كنت بعيط. الكاست كله التيم كله اللي كان موجود كان عباره ان هو بيهديني وبيطمني لحد ما انا ما بقيت هاديه تماما. فلا، هو هنا بصراحه لا. بقالك قد ايه عامله العمليه؟ 2018، في اخر 2018. يعني بقالك فتره. في اي علامات في الجروح باينه؟ لا لا لا. كويس.
كله تمام. يعني انا عامه لما بكون في وسط اصحابي او في البيت او حاجه ما حدش بيبقى شايف او عارف ان انا عامله حاجه. بعد كده اختك جت عملت ايه؟ هي كمان برضو كانت عامله عمليه تظبيط اللي هي زي النحت شويه كده شويه في اماكن وصاحبتك برضو نفس العمليه؟ لا كانت عامله شفط دهون. شفط دهون برضو انبسطت هنا؟ جدا جدا. في اي مشاكل شفتيها هنا في المركز؟ لا خالص. يعني حتى الدكتور في ميزه غير ان هو بيسمع البيشنت حلو، لا هو كمان بيتابع يعني يتصل الاخبار ايه دلوقتي، الجرح ايه دلوقتي، طب انا عايزك تجيني في الوقت كذا ويحدد معايا، بيتابع اول باول. وجايه تعملي ايه تاني؟ لسه بقى هو بنحدد. منى طبعا انا بشكرك، وتعرف يا دكتور ان طبعا لازم الناس بتحب تسال مجرب، الموضوع ده بيريح النفسيه اكتر، بيدي ثقه اكتر في الجراح، وبيدي ثقه في العمليه ذاتها بتاعه اللي هو عايز يعملها. اكيد طبعا اكيد. ويعني طبعا وبرده علشان الناس تحس بامان اكتر، عايزين نعمل جوله نشوف اوضه العمليات، التعقيم، نشوف الشكل، الناس يعني تبقى مرتاحه، الحاجات دي برضو طبعاً بتريح. طبعا من عوامل الامان بتاعه المكان ومن عوامل الامان بتاعه المريض نفسه ان هو ان انتوا تدخلوا تشوفوا، نعرض الكلام ده كله، نعرض اوضه العمليات بتاعتنا، نعرض التجهيزات بتاعتنا، ان احنا ماشيين تبع النظام السليم والصحي بشكل والامن للمريض وللجراح عموما، سواء للجراح او للتخدير. ده من عوامل الامان ومن حاجات المهمه جدا اللي بتطمن العيان وتخليه مقبل على الموضوع ده وهو مستريح. نتفضل بقى. احنا دلوقتي في غرفة العمليات، واحنا برضو عايزين نطمن الناس اللي بتيجي هنا، المكان معقم جدا وتحت رعاية وزارة الصحة. طبعا تحت رعاية وزارة الصحة والترخيص من الوزارة ومن النقابة، جميع معدلات الامان والتراخيص السليمة موجودة في المكان، فيش فيه اي مشكلة خالص. دايما احنا بنحاول في المركز عندنا ان احنا نعلى وبنحرص على امان المريض، فبنعلى بمعدلات الامان من ناحيه التجهيزات، من ناحيه الالات، من ناحيه كل حاجه. عايز اعرف العمليات اللي بتتم هنا، انواع العمليات. احنا هنا عمليات الجراحه العامه بالنسبه للثدي واشياء اخرى طبعا ممكن تتعمل، جراحات التجميل عموما، تصغير الثدي او بناء ثدي او اعاده الثدي، تكبير، وكل ما نحت الجسم، الشفط والنحت، ولا ده بالفيزر مش محتاج؟ لا، في حاجات بتتعمل بالفيزر وفي حاجات بتتعمل بالعمليه بالجراحات العاديه. في خيوط طبيه كمان بنعملها في لشد الوجه، في اللي هو احدث صيحه بالنسبه للخيوط شد الوجه موجوده عندنا دلوقتي كمان. الخيوط الطبيه اللي بتعمل في اوضه العمليات غير اللي بتعمل في العياده، اللي في العياده بتقعد 6 شهور سنه، بتعمل هنا بتقعد سنتين ثلاثه، اللي بتتعمل اللي هي يعني من سنتين لثلاثه حسب الوش يعني. طب الحاجات اللي مش بتحتاج اوضه العمليات بقى اللي هو ايه، الفيزر ولا الفيزر؟ لا، الفيزر لازم اوضه عمليات. ايه اللي مش الحاجات اللي عندكم مش محتاجه اوضه عمليات؟ الحاجات اللي مش محتاجه هو طبعا الخيوط، البوتوكس، الفيلر، الحاجات في بعض الحاجات زي التقشير وتنظيف البشره، ده برضو بيتعمل برضو في العياده. في الماسك اللي هو الاسود اللي بالكربوني، الكربوني ده برضو موجود خارج اوضه العمليات. دي الحاجات كلها اللي موجوده في الجزء الخاص باوضه العمليات، وفي كمان اربع غرف مجهزين. وهرجع تاني قبل ما هقفل معاكم الحلقه، بقول الجرين فرايدي الدكتور عامل 25% خصم على كل العمليات، 50% على الكشف، واللي هيعمل حاجتين فيزر التالتة فري. الفيزر ده اللي هو جهاز اللي هو هنا ده، مش ده كده، مش ده الجهاز الفيزر، شفت
وشد للدراع، مناطق الدراع، مناطق البطن ومناطق الرجلين، اللي هيعمل حاجتين: دراع بطن رجل هدية، بطن رجل دراع هدية. والأهم من ده كله اللي احنا جايين عشانه النهاردة، مرضى السرطان، السيدة اللي هتتصل وهتيجي أسرع حد عن طريق بوسي شلبي، برنامج أحلى النجوم اللي هتتابعنا، أو عن طريق الإنستجرام والفيسبوك بتاعي، في حالة بناء ثدي مجانا عن دكتور عبد الرحمن في مركز سي بي سي. هنزل لكم طبعا أرقام التليفونات والعنوان وعنوان المركز. غرفة بقى اللي بعد العمليات بيبقوا هنا. دي احدى الغرف بتاعتنا. احنا هنا بنهتم جدا بنظافة الأوضة، بنهتم جدا ان التمريض بتاعنا يبقى على اعلى مستوى، يقدر ياخد باله من المريض بتاعنا بعد العملية، لان العملية بتاعتنا هي نص الشغل. الشغل الاكبر بيبقى بعد العملية بتاعتنا، ان هو ياخد كير كويس، ان يبقى الدنيا نظيفة معاه، ان حد يعرف يقف معاه، لانه المريض عاده بيبقى محتاج حد يقف معاه بعد العمليه، سواء التمريض. لازم يكون مجهز جدا ومؤهل جدا عشان يقدر يسند المريض كويس جدا، وفي نفس الوقت يقدر يعدي بيه معانا زي ما بيقولوا البر الامان، ويخرج العيان من المريض على باحسن صوره وباحسن تجربه ممكنه. يعني زي ما بيقولوا هنا، لو قلنا الاوضه بعد اعاده بناء الثدي ممكن يقعد كام يوم في الاوضه؟ عاده بيقعد من يومين لثلاثه. من يومين لثلاثه. لو عمل فيزر يقعد قد ايه هنا؟ لا، ممكن يوم، ممكن يومين بكتير. ولو عمل خيوط؟ لا لا لا، في نفس اليوم. في نفس اليوم. شفط دهون برضو الرينج بتاعها يعني من بين يوم ليومين. من يوم ليومين يعني على حسب حالته. على حسب الحاله. مده الاقامه في الاوضه ما بتزيدش هنا؟ لا لا، ما بتزيدش. هي يعني العمليات اللي ممكن يقعد اكتر، عمليات اليوم الواحد او يعني العمليات السريعه زي في كمان بالنسبه لعمليات الشفط، هل بيبقى متوفر اكياس دم؟ لان ساعات بعض الناس بيحصل في بنوك دم احنا متعاقدين معاها، بحيث ان احنا نقدر نجيب الفصائل بشكل امن وسليم سليمه تماما للمريض. دكتور التخدير بيفضل مع المريض لغايه لما يتم افاقته. مش بس دكتور التخدير، يعني بتبقى الجراح بالتمريض بالتخدير بكل شيء بيبقى واقف جنب العيان بتاعه. تحب تضيف اي حاجه تانية دكتور قبل ما نلغي الحلقه؟ لا، اللي انا اقدر اقوله للناس: اطمنوا وشرفونا ونورونا، هتلاقوا ما يسركم، تجدوا ما يسركم زي ما بيقولوا، وهتبقى ان شاء الله باذن الله تجربه مفيده والى حد ما ممتعه. وان شاء الله يعني اللي هيجي هيجرب وهيجي تاني وهيجيب لنا حد تاني. اكيد زي منى كده اللي جابت اخواتها وعيلتها كلها في مركز سي بي سي. قبل ما نختم بنفكركم ان الجرين فرايداي هم عاملين خصومات، عاملين واحده فري لاعاده بناء الثدي مرضى السرطان اللي هتيجي عن طريق برنامج احلى النجوم بوتسي شلبي، اسرع متصله هتيجي من خلال البرنامج. كمان 25% على كل العمليات الجراحيه والاقامه في المكان اللي احنا فيه دلوقتي في المستشفى، و 50% على الكشف بس من غير الجراحات او الحاجات اللي هتتعمل. الفيزر اللي هو الشفط الدهون بالشد، لو عملتي منطقه البطن منطقه الفخاد الايدين بتبقى فري. ده الجرين فرايداي اللي موجود في سنتر سي بي سي. ودكتور عبد الرحمن انا بشكرك، ويا رب دايما نكون معاكم في كل ما هو جديد في سنتر سي بي سي. ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا.
معاكم النهاردة من الجونة، هنكون مع عظماء الفن، نجوم سابت بصمة وبتسيب بصمة وهتسيب بصمة، نجوم كبار أثروا فينا وعشنا معاهم مسرح وسينما وتلفزيون، أجمل الأعمال هو زهرة صبار المسرح، هو المعلم سردينا، هو اللي ما يعرفش الخوف ولا أرض الخوف، هو الفنان المبدع الكبير عبد الرحمن أبو زهرة. هنعيش معاه حوار من القلب، هندخل كواليس وذكريات، هنرجعه للقومي وهنعيش معاه كواليس سردينا، وهنعيش معاه أيام أرض الخوف، وهنعيش معاه احتفاله بستين سنة فن، 2020 60 سنة فن لعبد الرحمن أبو زهرة. عيشوا معايا حوار خاص جدا حصري على المحور مع بوسي شلبي من الجونة. سهرة السكرة أبو ضحكة منورة، فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ لا معايا قولها بقى، معانا صوتي وحش. كان بيقول لك أبو سهرة السكرة أبو ضحكة منورة، فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ ها الاغنيه دي اتغنت لك يوم فرحك؟ انا لا، انا كنت اتجوزت وبنسهر بقى، فعزم مراتي بقى على الاوبرج، وده ايه استلفت عشان اروحه، واخد بالك؟ كان لسه الحال يعني ايه، لسه ما اتشهرتش بقى. وبعدين لا، كنت يا دوبك شوفي الفنان له مراحل، يبقى ماشي. الله، الواد اللي كان طالع في التمثيليه بتاعت اسمها ايه؟ اهي. وبعدين الله، ده عبد الرحمن ابو زهره، معقول؟ مش معقول. طبعا الازواج بيغيروا طبعا. مره ماشي كده مراته فوجئت، وان انا جاي كده، الله عبد الرحمن ابو زهره. قال لها امشي امشي بلا عبد الرحمن ابو زهره بلا بتاع. غرب عليك، نجم بقى وهتجري بقى وتسيبني. يعني وتغنى لك وانت داخل الاوبرج بقى الاغنيه دي، راحوا قلبينها، بدل ابو سمره السكره بقت ابو زهره السكره. كنت اتشهرت بقى هنا. اتجوزنا وبنحتفل بقى ساعات في راس السنه، وكنا نروح يعني، وكانت الارقام غريبه. يعني كان الهيلتون 25 جنيه، انا ومراتي وترابيزه نحجزها فوق ونعيش وناكل بقى ونهيص 25 جنيه. ففي مره حبيت، طب انا هقول لك على موقف جميل جدا. انا بمثل في عمل كده في البيت، فالمفروض ان انا بضرب تليفون وبقول الو، وكانت البطله اسمها سلوى وانا مراتي اسمها سلوى. الو، ده التمثيل يعني ايه، بيقول لها ان انا اشتغلت وجالي فلوس وهعزمك على سهره حلوه قوي الليله. فانا قلت ما اضرب تليفون البيت عشان الحياه تبقى جميله وطبيعيه. يعني مش تمثيل، يعني منه تمثيل ومنه ان هي كمان تنبسط سلوى. فرحت ضارب، قلت لها سلوى عندي ليكي مفاجاه، انا على فكره جالي شغل ومعايا فلوس كويسه قوي، هعزمك النهارده على سهره ما تحلميش بيها. ورحت ايه، قافل السماعه. طب هي لبست. وبعدين ايه، ادركت ان انا ارتكبت جريمه، لان هي صدقت. فرحت على طول،
رحت ضرب تليفون قلت لها ده انا كنت بصور يا حبيبتي، قالت لي لا يمكن خلاص انا لبست هتخرجني يعني هتخرجني نازله يعني، ورحت رايح على الاوبرج بقى. فكان موقف يعني يعني طبعا واضطريت اخرجها، بس ساره مش زي اللي في التمثيليه، ساره متواضعه. التمثيليه على حساب المنتج دي على حسابك انت. على فكرة احنا انا لما اتجوزت كنا بنعيش حياة الافلام، يعني كنا ساكنين في شارع التحرير اللي في الدقي وكنا نروح ونقعد على النيل وناكل ونجيب الراجل اللي سميط وجبنة وبيض سميط ونتعشى، واخد بالك، والمشويات الذرة والحاجات اكيد، ونضحك ضحك. وانا بقى شفت بقى يعني كنت عامل لها بهلوان مخليها تكركر على كل افيه. طبعا استاذ عبد الرحمن ابو زهره من عظماء الفن ومن العظماء اللي العظمه في لله المشوار وحده الفني بجد. لا شوف كلمه ثانيه. لا لا بس معلش خليني بس ايه اقول اللي في قلبي. اديني طيب. بقى ايه فرصتي اعبر عن يعني انت ايه بالنسبه لنا. استاذ عبد الرحمن ابو زهره ممثل من العيار الثقيل. استاذ عبد الرحمن ابو زهره بصم في الفن المصري وعنده رصيد محترم، لما ماشيين في كل مكان الاعمال كلها بتاعته بيندهوا بيها، مش ناسين اي عمل ليه. النهارده يعني انا سعيده جدا جدا يعني، وبرده انا مريت بالسعاده ديت لما عملوا لاولاده احتفال بعيد ميلاده، ده كان من الحاجات الجميله اللي اسعدتني ان انا عشت احتفال كبير لأهله بيته وأسرته وأحفاده والوسط الفني كله اللي جه. غطيت الحلقة دي وكانت من في دار الأوبرا، في دار الأوبرا المصرية. بشكر سحر بنته إنها خصصتني أنا أعمل حلقة كاملة عن عبد الرحمن أبو زهرة، وكانت من أهم الحلقات اللي عملتها في أرشيفي. والنهاردة أنا بعمل برضو حلقة مهمة جدا لفنان عظيم من عظماء الزمن الفن الجميل. لما نزلت على السوشيال ميديا مش عايزة أقول لكم كم البلاد العربية كلها اللي دخلت وبعتت أسئلة وبتسألوا أسئلة، وده لا يمنع بقى خفة الدم التلقائية الحيوية النشاط الشباب الروح الشابة الخير، ساعد ناس كتير، ادى فرص لفنانين كتير. واجمل حاجه النهارده انه لابس تيركواز وانه برج الحوت، حاجتين انا بحبهم جدا، ان برج الحوت برج الكرم والجدعنه والرجوله وحب الناس، كل الصفات الحلوه اللي موجوده في كل الابراج بتجتمع في برج الحوت. واللون الازرق ده بقى عايزك تشتغل للناس النهارده في الازرق بقى مع البحر الجميل ده. دي خلاصه عبد الرحمن ابو زهره اللي على فكره المقدمه اللي انت عملتيها دي بتربكني، وصدقيني انا المشاعر الجميله والرائعه والتقدير من الناس بيديني دفعه قويه جدا لا يعادلها اي شيء، يعني حب الناس بيذهلني. والله والله انا اروح وافضل اسجد لربنا شاكرا حامدا على النعمه اللي اداها لي. وهما بيقولوا بقى ايه، اللي يعيش ياما يشوف واللي يمشي يشوف أكتر. اكتر. وانا عشت وشفت ومشيت وربنا اداني الصحه والعافيه والعمر الطويل. فيعني دي نعمه من نعم الله الكبرى. بس يمكن انا مقبل على الحياه، واللي مقبل على الحياة وعارف قيمتها مهما كانت مشاكلها حيظل شابا على طول العمر. يعني ده سر شبابك حيوية. ولا انت رياضي؟ أيوة. لا أنا كنت رياضي جدا. أنا كنت بروح النادي ولف التراك 15 650 متر 15 مرة 20 مرة. كنت يعني أنا عملت في الرياضة رصيد هو اللي مخليني كده دلوقتي ببساطة. يعني دي نصيحة تقولها للشباب أقول هو ما يعمل رياضة. كنت بتشرب سجارة صغير ولا ما كنتش بتشرب سجارة؟ موجودة في حياتنا. الرياضة مهمة جدا، أساس حياتنا جداً، وبذات في بدايات الشباب. ومش مشكلة
يعني مثلا المشي ما هو رياضه مش ضروري نادي لو حد ما يبقى امشي انا ابني طالع لي وباي حته النهارده بيقول لي انا مشيت مش عارف كام كيلو الصبح الساعه 7 وانا نايم بيخلي الواحد فعلا محافظ على شبابه وحيويته. طب بالزبط. شباب روحك محافظ عليها ازاي؟ محافظ على الرياضه ده الرياضة. شباب الشكل والجمال واللياقه اللي انت فيها شباب روحك دي محافظ عليها ازاي؟ والله انا جوايا عيل صغير بيلعب كده ده من زمان ولا دلوقتي؟ كل طفل يعني لا من عايش زمان معايا لغايه دلوقتي. وانت صغير كنت كده؟ انا يعني حاسس ان انا في مرحله انا في الثمانين يعني ان دي مرحله المراهقه مش مش عجوز. يا خوفي بقى من مرحله مراتك سمعنا. ايوه خلي بالك بقى لان على السوشيال ميديا في واحده طلبت ايده وهو في سن المراهقه والسن ده خطر جدا. لا بقى لا سيبك من الحاجات. طب ازاي انت بالحيويه والمراهقه وخفه الدم دي ولما رحت تقول لاخوك انا عايزه امثل قال لك ما تنفعش انت خجول؟ انت كنت خجول وانت صغير؟ لا احنا نقسم بقى يعني بداياتي يعني انا ما كنتش افكر اطلاقا والله ان انا ابقى ممثل ولا في ذهني. وتلميذ مجتهد جدا من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت ومجتهد. وكنت على فكره انا اول من ابدع الدروس الخصوصيه كنت الم اصدقائي واخد من كل واحد 5 جنيه واقول لهم اللي في الكتاب. انا كنت تذكر لهم كنت جينيوس. ما كانش عندنا بقى سناتر ولا مش عارف كتب تساعد ولا بتاع اطلاقا. الله طب الكتاب فيه كل حاجه وكنت بطلع متقدم وانجح كل سنه يعني شيء جميل للغايه. بس كان في حته انا مش مدركها ان انا ايه الله يرحمها امي على فكره كانت كوميديانة من الدرجه الاولى بمعنى ايه هي ثابته خالص بس تعليقاتها على الاشياء الافيهات اللي تتقال فظيعه. فانا اعتقد انني اكتسبت الجينات بتاعت امي وهي دي. وابويا كان بيحبني بس كان غاوي شهره فسماني عبد الرحمن وهو اسمه عبد الرحمن نفس اسمه عبد الرحمن محمود ابو زهره. واخد بالك البدايات دي كانوا زمان في المعهد العالي للفنون المسرحيه الخريجين بيوزعوهم على المدارس وكل واحد يعمل مسرحيه ويدوا جوائز بقى الذهبيه والبرونزيه والجائزه دي مش عارف ايه. وكان النشاط الجنب الدراسه رائع كره قدم باسكت سباحه أنشطة كان الأنشطة موسيقى دي هي اللي خرجت تمثيل. أطفال وفنانين كتير على فكرة. أنا من مدرسة خليل أغا وخرج منها يعني كتير فنانين كتير. مين أشهرهم؟ يعني ماهر العطار لو تذكري طبعا العزبي طبعا المطرب طبعا محمد طبعا لو تذكري يعني. وفي عثمان محمد علي كان زميلي برضو في المهم دخلت على اخوك قلت له انا همثل قالك ما تنفعش انت خجول. لا لا ما قلتش. وبعدين في واحد كان اسمه الحفناوي على ما يعني مش عارف ايه كده الحناوي انا ربنا يرحمه ويغفر له كان عظيم. شافني بهرج في الحوش في لحظه في المدرسه فراح كان هو بيفكر يجيب طلبه عشان يعمل كاست للمسرحية اللي هنعملها. فأعجب بي جدا. أنا كنت أقلد مدرس العربي مثلا لما أكون مراته ضربة والشلة بقى تضحك وأقول لهم إزاي ولما وبعدين حاجات يعني بسيطة كده وساذجة بتضحك يعني لما أقول لهم مدرس العربي لما يجي يبعد يقول لها بسن ايتها القطه وهكذا. قعد يطاردني مده ان انا انضم لفريق التمثيل. انا لا بسمع راديو ولا بروح مسرح ولا عندنا ما عندناش راديو علشان اسمعه ولا روح عمري رحت مسرح في الفتره دي ولا سينما
بس كنت مجتهد قوي ما فهمش في حياتي غير الدراسة. وعزتك كنت مكبا على دراستي. المهم نجح وقلت اجرب حقيقي وانا على مضض يعني ومش متصور. ودخلت واتمرنت معاه وبعدين دخلت المسرحية المسابقة. مش هتصدقي اخدت الذهبية. اول مرة. كان عندك كم سنة؟ امثل يعني في العشرينات. لا مش في العشرينات. مدرسة. اقل شوية. يعني كنت في ثانوي. ايوة يبقى 17 بقى 17 سنة مثلا. يعني اول ذهبية. بطاقة داخلية عندي مش تطلع تنفجر. يعني تغير حالي خالص. وهما مش بقوا مندهشين. وبعدين ده انت لازم تروح المعهد. اقول لهم معهد ايه؟ معهد تمثيل. هو في معهد اسمه معهد تمثيل. وكتبوا لي فرحت وقدمت المشهدين من المسرحيه اللي كنا قد عملناها. عملتها في فطلعت الاول على الدفعه. ودي تاني تقدير ليك. تخيلي. الذهبيه والاول. دخلت المعهد. بعدين بقيت متقدم. اتخرجت ومشروع تخرج كنت بقى نضجت بالدراسة. ما انا دخلت المعهد والعلم والحاجات دي بقت يعني بلورتني. وعملت مشروع التخرج كنت انا والله يرحمه ابو بكر عزت المفتش العام بتاعت جوجول الروسي. النص الاجنبي مع ان ده تهارة في المسلسلات وفي الافلام واخويا بقى كان يساري. فجاب السفير الروسي يتفرج والسفير الروسي عارف المسرحية. فانا عديت مرحلة ان بقول لهم انا دخلت معهد التمثيل وعشان ابقى ممثل. اخويا ده كان قاضي كان وكيل نيابه ايامها لسه متخرج وطالع الخامس على القطر. ده انتوا عيله نبغى بقى. ما سبحان كلكم الله كلكم شاطرين. وكان الملك في المرحله دي بياخد المتقدمين في الدراسه ويعمل لهم عشاء. بس راح بقى واحنا اتلمينا عليه بقى حقيقي. الاطباق ذهب والمعالق ذهب تحت الملك. قال لي الله فاكر جملته الله يرحمه. قال شوف والله 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 انا اللي كلته ما اعرف هو ايه. هم كانوا بيجيبوا لي حاجات كده واكلها وابص عليها ما اشوفها بتتاكل ازاي. مش الملوخيه بتاعتها. وكان احمد حمروش مدير المسرح القومي وبيتفرج على المشروع. طلع وقال لي لما النتيجة تطلع ابقى تعالالي. كان معجب بيا جدا. والسفير طلع وهناني جدا على يعني مظاهر الموهبة بدأت تبان بشكل صارخ. وانطلقت كنت بكسف وتلعثم ويعني ما قومش من اللي يعني يقحموا نفسهم على الأعداد ولا على خجول جدا. وتعالجت بالتمثيل بعد ما وثقت في نفسي والناس بقى بدأت تشاور عليا ودخلت القومي. وبعدين لقيتهم بقى كانوا عاملين 150 طالب يمتحنهم تاني. ده القومي ما بياخدش عشان انا معايا البكالوريوس. ليه صفات تانية. طلعت الاول برضو. والله العظيم وكانت مجموعتي فيها محمد عبد السلام لو تذكري ورجاء حسين وعايدة عبد العزيز. كنا تقريبا يعني الدفعة اللي طلعت امتحنت خدوني انا ومحمد عبد السلام اللي هو المخرج محمد عبد السلام لجنة من القومي. ودخلت بقى الاحلام اللي ما تتصوريهاش بقى. انا هبقى بطل وفي قومي وهمثل مع حسين رياض اللي كنت بشوفه يعني مندهش. ودارت الدورة وبعدين لقيت بدون جملتين انهارت.
أنا فاكر بعد الأول والذهبية وكل ده. بس أنا كنت أحسن حظا من مش حاجة. طبعا المخرجين اللي في القومي هم الأساتذة اللي كانوا بيدرسوا لي في فهم حافظيني كويس قوي. فكانت بداية ونهاية بيعملوها. كان عمر الحريري خرج فجأة عشان يروح بدأ القطاع الخاص كده في فلوس اكتر ويجري ورا عبد الرحيم الزهري. انا عبد الرحمن ابو زهر موجود يلعبوا وحافظ ورحت عامل الدور وطلعت الاول. ما انا كنت بشوفها وبتحضرها تمام. عديت لم يبقى الا دقيقة واحدة ويطرق بابي ثم احيا واموت في طرفة عين. دقيقة واحدة ثم العرس والموت وشكلي مع هذا يثير السخرية. لا أطيق أن أغمض عيني على صورتها وهي تضحك مني. لله ما أضعفني. هيا أسرع في لمحة البرق خلي شغلك أسرع. أنا مسرع يا سيد. لا قلق. تعرف ان انا عملت مسرحية ما شفتهاش في المسرح ولا قريت السكريبت ولا حاجة. هي المسرحية كانت بتعرض في القومي وارش كومبلي وكان بطلها كمال حسين تفتكري الله يرحمه. مش حسين كمال. مش حسين كمال. كمال حسين الممثل. وجات له حمى فجأة ده ببرد وحمى وما جاش وما فيش كرسي فاضي. وبعدين المدير واقف بقى احمد حمروش الله يمسيه والملائم كان اسمه محمد صفوت واقفين يتناقشوا يرجعوا تذاكر ولا يعملوا ايه. ده البطل لقوني داخل بصفر وحاطط ايديا في جيوبي. قالهم بس ده حمروش اتحلت. عبد الرحمن تعال تعال. أنا عضو في المسرح القومي. قال لي أنا عايزك في خدمة وحديك مكافأة شهر. أنا كنت باخد في شهر 8 جنيه. يا خبر أسود كان مبلغ جامد قوي قيمته الشرائية فظيعة. قلت له طيب اتفضل حضرتك. قال لي تخش تلعب دور كمال حسين. قلت له أنا ما شفتش المسرح ده. أنا ما شفتهاش وما أعرفش حاجة. راح محمد صفوت قال لي شوف انت ذكي وهقول لك حاجة. انا حافظ المزانسين. اعمل لك كده تمشي. اعمل لك كده تقعد. اعمل لك كده تقف. وانا بلقنك الكلام. وحصل. وكان من حسن حظي ان داخل شاب مستهتر وسكران. السكر ده هو اللي انقذني. علشان انت قلقان فحطيت التوتر فيه. عندي فرصة. ولما احتس اقول عشان تلقط الكلمة. وعدت المسرحية بنجاح والجمهور ما حسش ان انا جديد على الدور. بس ما كانش يعرفني. الحظ هو كان ليه دور في نجاحك. يعني انا شايفة كل المحطات دي الحظ. مش اجتهاد منك. والصدفة. الحظ اللي بيرميك يعني. ولو اني بنت الدكتورة مايا ما تقولش يا بابا دايما الصدفة والحظ انت موهوب. فعشان كده خدت حقك. لا طبعا الموهبة هي يعني ما ممكن حد تفضل تديله فرص وما يظهرش. لا ما فيش فرصة خدتها. لكن لما يبقى عندك موهبة وربنا حاسس بيها وانت ما انتش عارفها وما بتسعيش فيرمي لك الحظ علشان تقدر ده بالظبط. بس اكون قد الموقف طبعا اللي بيحصل. يعني في ناس خدت فرص كتير وما عملتش حاجه. ما هو يعني. شوفي بعد عمر الحريري صلاح سرحان كان بيعمل قضيه. المهم ان انا اللي صورت الحاجات دي يعني بدايه ونهايه. هي دي اللي عمر متأرشفة لغايه النهارده ونازله بيا. وانا كنت فرحان طبعا. كان اسمها القضيه برضو ومش عارف كان عيان ساب المسرح مش فاكر. رحت عامل دوره. ده تلاقيه بيكرهك قوي في المحروسة اظن.
كنت انا طالع اخو عبد الله غيث الله يرحمه، وكنت بقول له جملتين عبد الله مش عارف ايه، وعملت دوره يعني بدات البطولات تنهال عليا وتيجي، وبدا الناس يعرفوني وبدا انت تعرفت. وانا كنت فجاه انا كنت يعني امتى حسيت النهارده انت بقيت مشهور؟ التلفزيون بلي زهرة الصبار في المسرح ولا التلفزيون؟ التلفزيون اول مرة اول مرة. وكنت بعمل حاجة اسمها سعدية الغجرية، كان اسم رقاصة كده، كنت انا الكوميديان اللي بيضحك ونجحت يعني كل وابتدت احنا العصر بتاعنا كان رائع. العصر الذهبي كانت المسرحية لما تتعرض الحركة النقدية اللي موجودة لازم تجيب الناس والتقييم، وحتى في ساعتها أنا في ساعتها على طول ده يعني لما وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لما كرمتني ده كتاب فيه المسرحيات اللي أنا عملتها والرأي النقاد اللي كتب عنك كلام والله يا بوسي فظيع. ايه النقد اللي ما بتنساهوش في الكلام الكتير اللي كتب عنك؟ احلى نقد عايش معاك. اول نقد وفجأة والله ده انا قريتها كده، ظهر الشاب عبد الرحمن ابو زهرة فملأ المسرح حيوية ومرح وابتسامة. الله شوف النقد اللي اتقال كده. وفي واحد لما عملت هاملت كنت بلعب عم اللي قتل اخوه وجوزه، اما عملت هاملت في واحد قال الوحيد اللي حسيت انه بيمثل الشكسبير الشكسبيريه عبد الرحمن ابو زهرة في الكاست كله. الكتاب ده انا لازم اجيبه لك تاني، لازم لازم. وانا فكرت على فكره اعمل حاجه، قلت لهم انا اصلا ما بفهمش في النت وفي مش عارف طبعا لازم، بس عندي مدرسه سكرتاريه كامله الاحفاد اكيد. فكرت ان انا اعرض كل يوم مسرحيه والكلام اللي النقاد قالوا عليا في شبابي. طبعا لازم يعني اعمل حاجه كده، ان يعني مع كل عرض مثلا نشوف لو القنوات دي والحاجات دي موجوده، مع كل عرض للمسرحيه تطلع تقول النقد اللي اتقال وذكرى حلوه حصلت الكواليس بتاعتها الحاجات دي. ومن ضمن الظروف الصعبه اللي يا جماعه عندنا ثروه، عندنا ثروه. انا مش عارفه الناس دي يعني قاعده كده المسؤولين عن التلفزيون والاعلام، عندكم ثروه من نجوم عندها حاجات ارشيفيه مهمه جدا، الناس دي بره ياخدوها كده يدفعوا لها فلوس كتير جدا ويحطوهم كده في حته كده تانيه جدا. لا بيدفعوا لي فلوس بس مش جدا، لا جدا 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 لازم يعني ايوه. وياخدوا الارشيف ده والكلام ده والحاجات دي، ده تاريخنا، ده تاريخنا يعني. انا هقول لك على على موقف من الصدفه اللي مالتها. ظهرت الصبار كان وزير الثقافه الله يرحمه الدكتور ثروت عكاشه، وكان وزير ثقافه عظيم وكان في باريس فشاف المسرحية، فلما جه مصر قال لنا يا أولاد أنا عايز المسرحية دي تعملوها وعشان تبقى ماشية مع العرض اللي بباريس في القاهرة. باريس والقاهرة في خلال، بعدين كمال ياسين بقى كان المخرج الله يرحمه، فكل ما يروح لنجم يعتذر يقول له ما فيهاش كوميديا، يروح للنجم يعتذر ما لناش دعوه بالاسماء. فكمال بقى كان عصبي قوي، قال طيب انا هجيب الواد عبد الرحمن ابو زهرة ويلعب الدور. اول بطوله اخدها زهرة الصبار قدام مين؟ سناء جميل، وكانت وحش وحش طبعا في المسرح بالذات، دي كانت تهز الدنيا في المسرح. معاها اولا سناء كانت فرحانه بيا، شوفي عظمه الفنانين طبعا. الفنانين العظام بيحسوا ببعض بالظبط. خلاص بدات بقى اظهر على الايه على السطح كما يقولوا وبدات بقى يقولوا ابو زهرة اهو، مش الواد اللي طالع في التمثيليه من دي. هنا بقى اتغنى لك ابو زهرة السكاره بس اتجوزت بقى 8 جنيه
على فكره اتجوزت وحياتي بقت جميله وما كنتش اركب مواصلات، اركب تاكس. بنزه نفسك. حوت يحب يدلع نفسه. العداد اول ما يضرب يضرب بخمسه اساس. ايوه الحوت يدلع نفسه. وانطلقت الحياه بقى بيا، وكل تجربه طبعا كنت انجح فيها جدا. وبعدين خليت النجوم اللي قالوا ما فيهاش كوميديا يندموا على المسرح. اتفرجت عليها طبعا. طبعا زهرة الصبار من اهم الاداء هو اللي بيفكر الكوميديا. مش عارف ان ليكي جار في السطوح. ولا انا كمان لحد امبارح. امبارح؟ ايوه. قصدي اتعرفت عليه امبارح لما جاب لي الدكتور. وايه التوصيات بتاعت الدواء البوتاجازي؟ امنيه انت حاولت الانتحار صحيح؟ حصل. امنيه حياتي هروح. امنيه كنت بتنتحري علشان صحيح؟ اي غباوه انما حصلت. اما انا وقت 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 صحيح. ما تقولش كده يا سليمان. اكبر وقت كمان والله. يا سليمان انت مالكش ذنب في اللي حصل ده كله، مالكش ذنب خالص. اه يا امنيه لو تعرفي عني لو كنت عارفه يا سليمان. اصلا انت ما حاولتش تفهم نفسك شويه عشان تفهمني، انما كفايه على الاقل عمرك ما كدبت عليا. صح. يا امنيه اسمعنا انا عايز. انا كنت حبيتك على طول، فده عشان كنت صادق معايا من الاول خالص وقلت لي انك متجوز. شايفه عرفتي؟ وده اكبر دليل على الاخلاص. انا قلت لنفسي جايز الراجل ده يكون فيه مليون عيب، انما على الاقل مش كداب. اصل حكايه مش بسيطه ان راجل يعترف لبنت بيحبها ويقولها انه متجوز وعنده ثلاث عيال. هي انا مش فاهم ليه انا كنت صريح معاك بالدرجه دي يا امنيه. قولي لي يا حبيبتي انا كنت صريح معاك ليه؟ علشان انت ناموسك رائع للراجل المثالي. انت ما تعرفيش كلامك ده بيجرحني قد ايه يا امنيه. تعرف يا سليمان كل الرجاله المتجوزين لما بيحبوا يكونوا ستاتهم ويخدعوا اي بنت بيخلعوا الدبل من صوابعهم، لكن انت عمرك ما عملت كده. كنت بتسيبها في صباعك لما تقابلني زي ما انت لابسها دلوقتي. ايه ده؟ فين الدبله؟ نعم بجيبك ايه؟ ما انا بقلعها. بتقلعها؟ لا في العياده. ليه؟ عشان التعقيم. ايه لي يا امنيه؟ ما انا قايل لك قبل كده ولما نزلت بسرعه ما لحقتش البسها. في فنان بيصنع دور وفي دور بيصنع فنان. لا انا بصنع. انت هنا اللي صنعت الدور من البدايه. وبعدين يا بوسي انا بعد الخبره والتجربه بتقمص الشخصيه بشكل بتوحد معاها قوي. لدرجه ان انا مش اللي بقول. الشخصيه اللي بتقول. زي ما تكوني زي بتتعاملي مع كمبيوتر وبتديله المعلومات وهي بقى اللي بتبرمج. وانا ماليش دعوه. يشتغل المخ بقى خلاص اتركب واتعمل وبتاع. ولذلك اعمل حاجات والى الان في التلفزيون. المسرح ما عادش، ولو اني في امل في مسرحيه اعملها انا وسميحه ايوب ان شاء الله. هتبقى عوده جباره دي واحنا فرحانين احنا الاثنين بيها جدا. ان شاء الله بس يا رب تنجح. يعني المسرح هو اللي صنع عبد الرحمن ابو زهر. وانا من حظي كنا في المرحله الذهبيه. مش المعلم سردينة. لا المعلم سردينة لو كنت اقول المسرح 50% واللي علم سردينة 50%. لا ده المعلم سردينة ده كريتو دلوقتي. اسمعي بس انا كريتو. كريتو جدا. ليه؟ الراجل ده قضى عليا بقى انا 50 سنة بمثل. مفيش غير المعلم سردينة. الناس على الفيسبوك كله لما فتحنا دلوقتي كله المعلم سردينة المعلم سردينة. نسيوا كل حاجة. في حاجة تضحك شوية. احمد ابني موسيقي قال لي في موسيقار اسمه سانساي اللي انت عملت له كرنفال الحيوانات. احنا عملنا تجربة والله. بداية انا اول من عمل مسرح القهوة كنت بفكر جدا في المشاهد. طب ما اروح له انا. ليه هو يجي لي ويدفع تذاكر غالية وغالية ليه 5 جنيه؟ مش زي دلوقتي غالية قوي. ليه ما فعملت مسرح ونجح جدا مسرح القهوة. عملت الوان مان شو. قام مجموعة من العناصر التخريبية بأعمال شغب وحرق لبعض المنشآت العامة والممتلكات الخاصة بمنطقة وسط البلد، مما أفزع المارة والمواطنين وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. ويجري حاليا تعقب هؤلاء العناصر والتحقق. كنت فاكر ان انت هتضرب ومحدش هيضربك تبقى واهم. ولا التالت الهدف الاول مواجهة التنظيم الارهابي. بتطحن
بكل انواع الاسلحه في الاسبكيه ده، والناس وقفت. والناس اللي اتقتلت في كرداسه دي اتقتلت ازاي واتقتلت ليه؟ اللي اتضرب عليهم ارمجيات. احنا يا جماعه كنا قدام عصابه معاها سلاح. صح مصدر مسؤول ان قوات الجيش الباسله ورجال الشرطه قد تمكنوا من تضييق الخناق على هذه المجموعات التخريبيه المنظمه واحكام السيطره عليهم تماما والقضاء عليهم نهائيا وافشال جميع مخططاتهم الخطيره التي من شأنها نشر الذعر وإشاعة الفوضى في البلاد. وهكذا تتوالى النجاحات بقى والاسم يتصاعد لغاية ما أنا وانت قاعدين هنا عشان بتاخدي معايا حديث. وأحلى حديث، زعلان على المسرح اللي وليلي. انت شفت كل نجاحاتك فيه ووصل للي احنا فيه دلوقتي. لا هو انا يمكن يعني مبالغ شوية، انا عشت مسرح كلمة نقد إخراج كاست جمهور إخراج جمهور وجمهور كامل. ده احنا عملنا لعبد الرحمن الشرقاوي مسرحية اسمها الفتى مهران بالشعر. والله والله كان بطلها عبد الله غيث، وانت عارف عبد الله كان جامد قوي، كان بيقول مونولوج بتاع صفحتين. وبعدين كرم كان عبقري، ضلم المسرح، كرم مطاوع ضلم المسرح في المينيلوج، لان المينيلوج سياسيه مهمه قوي. فقلت له انت بتضلم المسرح ليه؟ قال لي علشان تبقى الودن بس هي اللي مركزه. شفتي شفتي الناس. انت قلت عنه ان هو من اعظم من اخرج للمسرح طبعا انا شايف انه ملوش نظير وملوش ند، وكان مجنون. الفنان لما يكون مجنون، ومعنى الجنون هنا مختلف عن الجنون اللي الفن، مش الفنان جنونه بيخليه يشوف حاجات ناس مش شايفينها، او يبتكر اشياء ما حصلتش على المسرح قبل كده. طب انا هقول لك على حاجه، انا اخرجت مسرحيه للقومي بطوله سميحه ايوب وعبد المنعم ابراهيم وشفيق نور الدين، كانت اسمها الشيخ متلوف، وهي متاخدة عن نصر فرنسي، وحتى وقع الاسم ترتيف ها. وكان ناقد فرنسي قاعد وعارف المسرحية وقاعد في الصالة. لما أخرجتها عملت مشهد ما تعملش، يعني كل اللي أخرجوا المسرحية دي ده قال وللأسف الورقة اللي معاه بفرنساوي وكانت من مدة، قال إن المخرج ده موهبة يعني جميلة جدا، ومشهد المشهد الماستر سين اللي موجود في المسرحية أنا ما شفتوش في أي مسرح في العالم. تصدقي حاجة، أنا لما أكون بمثل لو أنا نايم ما سمعتش الحوار كله ما روحش، تحس ان وانا نايم بحلم بالدور. بتحلم بالدور والله العظيم. المشهد ده حلمت بيه لما اندمجت مع المسرحيه في قراءتي ليها ونمت انا، وساعتها صحيت احسن انسى، ورحت مقيدها ورحت نايم تاني وكسرت. وبرضه الكوميديا اللي المزنصين بتاعي كان بيعمل كوميديا لوحده بيضحك من غير الحوار. طب ليه ما كملتش في الاخراج بعد يعني الكلام اللي اتقال دوت؟ شوف انا كممثل بيجري ورايا، كمخرج لازم اشيل النص واقعد اخبط على الابواب كلها. فانا قلت وعلى ايه؟ خليهم هم اللي يجروا ورايا. بس انا كممثل خلاص يعني مالي مركزي، واخد بالك؟ انما انا في هقول حاجه، انا اؤكد لك نظريه انا اكتشفتها، الممثل اللي مش جواه مخرج ممثل فاشل طبعا، وبينفذ يقول له اقعد يقعد مش فاهم اقف يقف، تحس انه مدي واخد تعليمات انه يقف مش ان الانفعاله يحس بال بتوقفه او الموقف هو اللي بيقعده او بتاع كده. الحلم اللي ما حققتوش حققه يحيى الفخراني في مسرحياته الملك لير كان نفسك تعمله ده انا عملناه شهرين بروفات على الاوبرا وراحوا لغينا ما كانوش حابين كرم مطاوع. ليه وليه؟
الناس كرم كان مغرور قوي وكان يعني شايف روحه. ايوه فتعالى على فاروق حسني وهو وزير ثقافة راح لغيله المسرحية ضيع حلمك. بس اللي انضرنا ده انا كنت هعمل فيها الملك وكنت اياميها في قمة اليوجا واللياقة دي مهمة قوي للممثل طبعا. التأمل التركيز تركيز في الحفظ ده انا ما واخده من اليوجا الحمد لله. طب ما انت يعني الوقت ما راحش لان الملك لير انت تنفع تعمله دلوقتي. بس اعملها ازاي على مسرح ده كوي. انا سنا اعمله دلوقتي. ايوه هو سنا بتاعك يعني يحيى بيبذل عملها ونجحت وعملها في السعودية ونجح. لا اعملها قومي اصل الملك لير ده للجميع يعني كل جيل هيطلع لازم يعمل الملك لير. لما يبقى فلوس الفلوس احيانا ما بتبقاش مهمه قد ان انت تسيب دور او تشبع من دور حلو. يعني ممكن الواحد يجري ورا دور ويعمله ببلاش من كتر ما هو أنا حاسس كده. ان الدور ده وداود عبد السيد يقول لي شوفي اللي جاب لي النيار يقول لي انت لو ما لعبتش الدور بتاع ارض الخوف انا ما كنتش هعمل الفيلم. شفت ايمانه بيا وصل الى قلت له طب وتقول لي عشان اتامر واحط رجل على رجل واخد اللي انا عايزه. يا سبحان الله انا كمان اسمي موسى. حسيت ان انا مش مجرد مصطفى ده قدر. كمل. قريت الجواب ما فهمتش حاجة. قريت التاني والتالت لغاية ما قريت الجوابات كلها برضو ما فهمتش حاجة. بس حسيت انه كلام مهم. مش حضرتك اللي كاتبه برضو؟ كمل. قصدي انت عارف محتواه. وفي الجوابات الاخيرة لقيت الحاح في طلب الاتصال بموسى. ما طولش عليك عملت استخارة. ربنا سبحانه وتعالى اختار لي ان اتصل بيك. قلت فلتكن ارادة الله. تعرفش ربنا سبحانه وتعالى اختارني للعمل والدور ده ليه؟ عملت الاعلان لحد انت ما اتصلت بيا. كنت عايز اقول لك على كل حاجه لكن ما عرفتش. لكن لما اتصلت بيا تاني جيت وانا ناوي احكي لك على كل شيء واشوف ايه اللي اقدر اقدمه مساعده لي. في أرض الخوف ده بالذات أرض الخوف مع أحمد زكي. أحمد زكي أنت اللي اكتشفت دي شغلات ده حدوتة بقى. وهنا بتلتقي مع أحمد زكي النجم الكبير ده هو بقى. كان فرحان إن أنا بمثل معاه وإزاي يعني وبقى يقول الأستاذ أبو زهر هو اللي اكتشفني. اكتشفته فين؟ في المسرح؟ أنا في المسرح القومي وكان زمان مشاريع التخرج كانت بتاع على دار الاوبرا الله يرحمها ولما اتحرقت بقت على القومي. فانا كعضو في القومي داخل بقول لهم في ايه؟ قالوا لي ده بامتحان التخرج بتاع المعهد. رحت طالع قاعد في بنوار وقعدت اتفرج. فكان احمد هو اللي بيمثل. بهرني انا فوجئت. عمل خمس شخصيات على المسرح مختلفة بشكل غريب بشكل عبقري. بعد ما خلص ما هو اخوه هو ده جريت نزلت ومشيت ورحت له الخشبة. قلت له خد انت اسمك ايه؟ قال لي احمد زكي. قلت له ولا ده انت هتبقى ممثل كبير قوي. ده انت هايل حافظ على نفسك. يعني انت ممثل موهوب. وانا بقول وافتكر فبقت تمر الايام وتلتقوا في ارض وهو بطل الفيلم. ما كانش معروف ويا عيني كان فيه الفيلم اللي هيعمله مع سعاد وبعدين هي قالت ما مثلش مع واحد مش معروف بقى ماشي عيط في الشوارع. والله انا الواد ده واصر انه يعمل معاها بعد كده شقيقه ومتولي ويعمل معاها هو وهي كان واقف لها بقى يرد ما
مع التقاء في أرض الخوف مع أحمد زكي التلميذ والأستاذ وهو دلوقتي بقى نجم كبير. هو فرحان قوي فرحان وما قاليش أنا, هما كانوا بيقولوا لي بيجوا يقولوا لي شايف وإحنا جايين في الطيارة محمد رمضان كان مهتم بيك وفي صورة طبعا أنا صورتها لك حضني وقال لي أخويا وأبويا وأنا قدرت في اللمسة دي. وهو عنده الموهبة يعني بالظبط أحمد زكي في دماغه, وانت شفت أحمد زكي في بداياته هل شايف أن محمد رمضان هيوصل للقمة كده ويسيب بصمة زي أحمد زكي؟ لا, اللي أنا شايفه في الحاضر أنه تخطاه كما يعني عنده أفكار الولد, عنده أفكار وشهرة الولد عنده أفكار جميلة جدا ويطلع يعني. معلش محمد رمضان حبيبي لسه عنده يعني تعرفي هو إيه أحمد زكي ممثل أنا بشوف لن يتخطى أحد مهما نحاول أي حد. لا أنا شفت مشاهد لمحمد رمضان تنم على أنه ممثل كويس, هو ممثل كويس جدا وليه مستقبل كبير جدا, مش حكاية يعني لكن وبرضو دول بيصبروا جدا وبيمشوا من التحت طبعا. يعني محمد رمضان ده راح لسعيد صالح كذا مرة المسرح وطرد وحاجات يعني عنده عقد كتير برضو اللي هو يعني ما خدش فرصته كده يعني لا ما خدهاش كده بس بدأ غلط بدأ شخصيات يعبر عن شخصيات خطر الواد البلطجي واللي ماسك اللي مش عارف ايه وايه موتة ومش عارف, هي البداية اللي كانت هتدمره بس هو لحق بذكائه بقى نفسه وبدأ يعمل العكس, بدأ يطلع الطيب الحلو البطل اللي بينقذ الضعفاء بس ادي المسألة. انا من الناس اللي كانت مشمئزة قوي منه لان الشخصيات اللي بيقدمها بتبعدنا عن أدائه, يعني قد يكون ممثل هايل وهو بيعملها بس ما بناخدش بالنا لأن احنا شخصيات مرفوضة مجتمعية. كلمتني عن أرض الخوف وكلمتني عن المسرح التلفزيون والمعلم سردينة وعن زهرة الصبار اللي عمل ضجة وعامل ضجة لغاية دلوقتي والناس مش قادرة تنساه, وبسبب نجاح الدور ده يمكن قعدت كتير في البيت لانك مستني حاجه اعظم واحلى منها ما اشتغلتش, ودي مشكله كبيره ان الواحد لما يعمل حاجه مفرقعه قوي يقول لك بس اتمطع بقى واطلب فلوس كتير وهيجي لي ادوار والسكريبت والسيناريوهات ما يجيش حاجه. التلفزيون بالنسبه لك هل كانت محطه مهمه زي محطه السينما والمسرح؟ لا طبعا المسرح كان اول محطه شهرتني عندما كان الاقبال فظيع جدا وكانت المسرحيه بتتذاع تلفزيون, فيعني مسرح وتلفزيون في نفس الوقت. اشتغلت مع كرم متوع كم مسرحيه؟ كتير بس في مشهد ما انساهوش, ان مش عارف مسرحيه كان فيها الخليفه وبيقطع لي لساني, الحاجات دي والله بعملها بالشخصيه اللي بتعملها مش انا مش مرتبه ورحت جاي جنب ديكور حيطه ورافع رجلي دي من عندك عملت في الصاله بتكسير بقول لك انا اتوحد مع الشخصيه وترتجل ممكن على خشبه يجي لك انا ساعات يحيى العالم الله يرحمه كان يعيد الدكوباج لما مثل يعني هو واخد ميديوم وبتاع مش عارف هو عمل الميزانسين فكانت في فيلم في مسلسل لا فالهام جايه من البلد وبتاع والراجل عامل متدين بس هو عينه منها قوي فبتميل تحط كوبايه الشاي على الترابيزه كده يعني هي هنا والترابيزه هنا وانا في النص, فانا رحت ماشي مع دراعها يعني كده قال استوب وراح قال له خد وش ابو زهره, ما كان واخدها لونج عايز النظره وعايز اشوف يعني كتير في ادائي يخلي المخرج كويس طبعا يعيد الدكوباج معايا. شايف الحال الفني ازاي دلوقتي؟ لا ما تسالينيش عن اي حاجه, انا دي طبيعه الاشياء, انا غريب ابقى بقعد في بروفا بحس بغربه, كلهم شباب
فما ما فيش توافق قوي لا ذهني ولا ثقافي ولا خبره ولا. ما انت لما كنت تعبان. شباب وبتقعد بحث الرياض ما كنتوش بتحسوا بغربه برضو اطلاقا. ده كانوا الكبار بياخدونا في حضننا. لا ده انا بكلم على مجتمع مش على فنان. انا اي فنان باخده في حضني واي فنان وهم نفسهم. بس انا شايفاك عندك حيويه وعندك عشق. لا وعندي نشاط وعندك نشاط وعندك عطاء. يعني لسه في حاجات جواك عايزه تطلع. لا مش في قعده واحده. لا يعني مش 50 سنه شغل. عايزاه تطلع في حلقه واحده. لا لا قطع الناس حاجات. لا مش في الحلقه في التمثيل لسه. عندك عطاء. أيوة. لسه عندك. لا انا دلوقتي لما باخد شخصيات يعجبني وزي هوجن دول جابوني وهم عملت حاجه مع مدام سميحه برضو فيلم كوميدي تيتا رهيبه. تيتا رهيبه وبقوا عملنا بلاوي. واحنا الاثنين مش كوميديانات بالنسبه للناس. عبد الرحمن دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها قدامك البحر وأبواب السماء مفتوحة نفسك في ايه؟ انا ما فيش نفسي في حاجة. انا عملت كل حاجة عاوزها وحامد ربنا جدا على اللي يجيبه وما عادش يعني احلام بتاعت زمان اللي ضيعها كرم بطاوع. الاحلام اللي ضيعها كرم بطاوع. الاحلام اللي ضيعها كرم بطاوع بالظبط. اسكتي ده جالي مره هو وعلي سالم مسرحيه بطولتك وهتشرخ وهتكسر الدنيا. واستقلت من القومي. هو اللي ضيعك كرم وطوح. نجحت نجاح منقطع الجماهير. ما جاش جماهير خالص. منقطع الجماهير. يعني نقدر نقول انت خدت حقك واكتر بالنسبه للناس. قد موهبتك خدت حقك بدليل هي الناس دي بتحبني كده. مش الناس دي بتحبني وبتقدرني وبناء على ايه؟ على مشواري الفني. وبعدين انا اعتقد ان انا ذكي وان انا لماح. انت قلت لي كانت ان الافيه بتاع محمد عبد السلام. لا في الفرافير ده بمناسبه ان الممثل لازم يبقى لماح وسريع البديهه طبعا ويرد على اي موقف على حسب المسرح طبعا. فهو داخل وبيقول لهم انا عايز راجل ومحموق قوي. انا عايز راجل يقول لي انه ما بيخافش من مراته. واحد اتسحب من لسانه وقال له انا. قال له انا بقول لك راجل. شوف يا هرب ازاي. الصاله طبعا ضحكت على الراجل اللي قاعد في الصاله. في حاجه عملت حاجه اسمها تحب تشوف ماساه. وكانت بتتكلم عن اينشتاين والنسبيه ولما تكون في القمر تبص للكره الارضيه من لوج علمي بحت لنين الرملي. فانا في اسكندريه وفي مسرح اسماعيل ياسين بالذات بقدمها محاضره علميه بس انا بعملها بطريقه ان انا اكل الناس. الايقاع السريع والابس اند داون برخمهم. فبصيت لقيت واحد قاعد في الصاله قال لي جرى يا عم عبد الرحمن احنا مش فاهمين حاجه خالص. قلت له يعني انا اللي فاهم. وقعت الصاله اكيد. لا وهربت من السؤال. يعني طبعا تاريخك الفني مليان. تاريخك الشخصي بقى والسؤال اللي محدش هيساله لك لكن انا لازم اساله لك. مر كام حب في حياتك؟ مفيش هو حب واحد بس مش طبعاً. مراتي كانت بنت خالي. بنت خالي. وكنت ده كان قبل الجواز ولا وانت صغير ده بمده. بس كنت بحبها قوي. بس ماتت. ماتت عشان كده ما اتجوزتهاش. ما حبيتش من الوسط الفني انا اطلاقا. واحب اقول لك حاجه يعني برضو انا متجوز بقالي 50 سنه ما خنتش مراتي. سمعت عني حاجه؟ ماشي ماليش دعوه. شفت حاجه؟ لا مش ما خنتش.
برج الحوت ايوه بتحبها وكل حاجه وملتزم يعني. وبعدين اختي بس برضو يعني النفس اماره بالسوق. اسمعي بس في لقاء قلت لهم والله انا قصه جوازي في 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 تصاعد بالحب، مش اللي يقول لك يا ساتر على الحب على الجواز لا مش عارف، والله 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 اقنعك ازاي ان انا بازداد حبا لمراتي ربنا يحفظك واخد بالك. فطلعت في القناه وقلت كده. وبعدين بعد يومين ثلاثه كانت لوحدها ووقعت وكتفها انفصل، خدت عين اختي الكبيره، ما عدتش تقول بحب مراتي ومش بحب مراتي. طب كم واحدة من الوسط الفني أعجبت بيك وانت طنشت يعني؟ كله. شفت بقى. شفت بقى. لا والله بعتبرهم زي أولادي، في ثلاثة بحبهم. ليلى علوي، إلهام شاهين، يسرى. إن بعد العسر يسرى. أنا ممكن أضم ابنك معانا في الحوار؟ يا ريت. يعني مادام دخلنا على الأسرة كلمنا عن الزوجة والإخلاص والحب والقصة الجميلة وخلصنا الكلام عن الفن، يا ريت تريحيني بقى يا كوسي. لا لا معايا وهناخد بقى الأبناء. يعني بما اننا اتكلمنا عن كل حاجه في حياه استاذ عبد الرحمن ابو زهره ومرضاش يعترف لي بالقصص الشقيه في الوسط الفني، هندخل بقى على الولاد. والولاد يعني انا تعرفت بيهم كلهم وحضرت معاهم عيد ميلاد زي ما قلت استاذ عبد الرحمن، وكان من الحاجات الحلوه احمد كان هو اللي بيعزف على البيانو وبنته كانت كمان عزفت على البيانو، صح يا احمد؟ يوميها مظبوط. فاحمد اخذ الجانب الفني بس في الموسيقى، وده الوحيد من ولاد استاذ عبد الرحمن اللي خد حاجه في الفن. نعم بالظبط. ليه مش التمثيل يا احمد؟ عشان هو عقدني منه بس، فما كانش ينفع. ما كانش عايزك ولا ايه؟ يعني هو كان صعب بالنسبه لي انا. كان بالنسبه لي صعب، بس هو يعني موهبة الموسيقى كانت أقرب ليا، أو حسيت بأن أنا ممكن أتميز في الموسيقى أو أدي حاجة أكتر عن الاتجاه التمثيل، ولأني لقيت أنه خلاص هو خلص على التمثيل. عمل كل حاجة أنت مش هتعمل حاجة. بالظبط كده. فأنا قلت إيه، أحط همي في حاجة تانية. حاجه فاضله. ولو انه برضو يعني ما كانش سايب، يعني عمال يغني و يعني في المزيكا برضو اشتغل ليه. يعني برضو ما سابش بالظبط. حتى المزيكا داس في المزيكا، لكن مش بشكل محترف. بس انت قلت له انا عايز امثل وهو رفض؟ لا انا ما قلتلوش. انا رحت امثل. وانا في المدرسه يعني صغير وكده وبتاع. جه قال لك ما تنفعش. قال لي ايه القرف ده وبتاع، حاجه تقرف. حاجه تقرف يعني. تقول امثل لازم يبقى شجاع وصوته عالي وصوته يوصل. انا ما فهمتش منه حاجه خالص. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، الاب بيكون الاب الفنان والجامد قوي ناقد لازع، ناقد لا وبيشوف ولاده صح. يعني ممكن كل ابن بيبقى عايز يبقى زي ابوه لانه في الجو ده ونفسه يبقى كده والناس كلها تشاور عليه وكده زي باباه، ولكن الاب هو الاصدق لانه هو حاسس بالموهبه. يعني هو حس بموهبه احمد زكي من وهو لسه طالع، فهو ما شافش فيك موهبه التمثيل ومش عايز يبقى ابن عبد الرحمن ابو زهره كومبارس في السينما او كومبارس في المسرح. يا يبقى عبد الرحمن ابو زهره جديد يا يقعد في مكان تاني، صح يا استاذ عبد الرحمن؟ انا عايز اعمل مداخله. ايوه مساء الخير يا بوسي. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. ازيك؟ اخبارك ايه؟ انت جايبه ابني ليه؟ جايب ابنك علشان يطلع اللي جواه من ناحيتك لصفي النفوس. دي لها حادثه جميله جدا. لا 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 انا بعترض، مش عايزك تقول الحادثه دي. لا لا خليه يقولها. تاكسي والجو ده تاكسي. امال ايه حادثه ايه؟ اسمعها ولو مش عاجبك نمسحها. وانت عيطت. عديها دي. عديها. لا سيبك منه. قول يا استاذ عبد الرحمن. يقعد هياكل القعده على فكره. لا ياكل ولا يشرب. ده انا طفل صغير قاعد جنبي وبدلعه وعمل
وكان معايا راديو ترانزستور وفتحه على الكلاسيك. فهو عمال يسمع المزيكا ويرفص ويعمل مش عارف ايه. وبعدين دي حادثه واقعيه. رحت قايم ماشي اخش الحمام. فقفلت الراديو عيط. قمت قلت الله، هي دي صدفه ولا علامه ولا بجد؟ رجعت فتحت الراديو سكت. وقلت له انت هتبقى موسيقي كبير قوي. اصلا انا اخويا الله يرحمه كان يعشق الكلاسيك. وكان قاعد في اسكندريه، وكل ما اروح له عامل ساعه، وكان وكيل نيابه وبعد كده بقى قاضي ورئيس محكمه، وفي ساعه في البيت محدش يعمل صوت للمزيكا ويقعد يسمع الكلاسيك. وقال لي يا عبد الرحمن انت عشان تستمتع بالموسيقى الكلاسيك لازم تقرا عن المؤلف وعن السيمفونية اللي بتسمعها وقصتها ايه وايه وايه، وفعلا دي بيزود الحكاية. اكيد. فده اكتشافي فاحمد. والسلام عليكم ورحمة الله. من هنا بقى حس ان انت في المزيكا واتجهت للمزيكا، درست ايه ولا لسه بتتعامل بالموهبة؟ يعني كلمني عن المزيكا في حياتك. لا انا طبعا درست من صغري في الكونسرفاتوار في مصر، ولحد ما اتخرجت، وبعدين رحت روسيا ودرست شويه، وبعدين رحت المانيا. الادوات اللي كنت بشتريها لك. ايوه هيزلني دلوقتي. وبعدين رحت المانيا عشان اكمل دراستي، وكلها دراسه كلها متخصصه في البيانو وفي العزف في الموسيقى. وعشان كده اولادك حببتهم برضو في المزيكا والبيانو؟ اكيد. هم ولا هم خدوها برضو منك من الجو يعني؟ هم اتولدوا في بيت كله موسيقى، وبالتالي يعني حاجه بتبقى الموسيقى بالذات ما ينفعش ان حد يجبر حد يلعب مزيكا او يحب الموسيقى او يعبر عنها زي ما هو شاف فيها. لازم تبقى طالعه طبيعيه. يعني انا كانت كل دراستي وحياتي في الموسيقى وفي بس بره مصر. يعني سبت مصر من وانا بعد ما خلصت على طول الكونسرفاتوار، مشيت وسبت مصر وعشت حياتي كلها في المانيا تقريبا. بس فيعني حياتي كلها موسيقى. دلوقتي انك ما اصرتش انك تدخل الفن وتبقى ممثل وانك اتجهت للموسيقى، ولا سعيد بوجهة نظر بابا ان هو كان شايف احسن منك؟ لان احيانا يعني اهالينا ما يقولوا لنا حاجات نقول ايه العالم دي بتقول كلام بس كده، ولما نكبر نقول الله والله العظيم الراجل ده كان عنده حق، والله لا. العظيم الست دي كان عندها حق. لا هو مسألة تقصدي اكيد التمثيل مش الفن. هو يعني انا ما سبتش الفن، انا برضو في الفن بس انا قصدي التمثيل. يعني فأنا فن التمثيل بالظبط. لا لا طبعا انا ما ندمتش خالص ان انا مشيت في طريق الموسيقى، واكيد ان ده كان الطريق الصح فعلا. ان اللي انا اخدته ده اللي لقيت فيه نفسي وحققت فيه نفسي في كان في اوروبا او في وكان الجيل اللي بعدي برضو من الاسره برضو واخد نفس الطريق، وبشكل يمكن بقى أكبر. اعلى بكتير لان هم واخدوه من الصفر بقى. بجد بقى واخدوه وتعلموا صح من البدايه. فمع اختلاف كبير قوي، زائد الامكانيات اللي حواليهم اعلى بكتير من الامكانيات اللي كانت حواليا وانا صغير دلوقتي. فبالتالي هم تميزوا بشكل عالي جدا جدا دلوقتي. يعني مفيش حد منهم حب التمثيل زي عبد الرحمن ابو زهر، بيقول لك العرق يمد السابع كده. شوفي انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده، لان برضو العازف في رأيي اللي بيطلع يعزف لايف على المسرح ده نوع من التمثيل برضو. بس بأدوات مختلفة. وبيعبر عن بدل الكلام فهو بيعبر بالنغم. وإذا كان في نص مسرحي مكتوب ففي نص موسيقي مكتوب. هو هنا بس العازف بيلعب دور الممثل والمخرج في نفس الوقت، لأن هو اللي بيحاول يوصل فكرة المؤلف للجمهور المستمع ويخليه كمان يتخيل الصورة اللي مش موجودة أصلا. فهو العازف الشاطر هو اللي يخلي اللي قاعد بيسمعه بيشوف وبيسمع، مش بس بيسمع، فعشان يقدر يبقى يتعايش في الجو ويفهم العمل الموسيقي اللي بيتقدم له. طبعا. وانت عارف في علاج للكانسر دلوقتي عن طريق المزيكا، وعلاج لامراض كتير عن طريق المزيكا. يعني حاجات كتيره يعني جدا. في حاجات كتير دلوقتي بيعالجوها بالمزيكا. وده شيء مهم جدا يعني. بالزبط. يعني طبعا ربنا يوفقك. اعظم حاجه في عبد الرحمن ابو زهرة كأب. لا بس صعب قوي انك تقولي لا عايزة حاجه. حاجه
عظمته فيها كأب. حاجة واحدة عايزة، حاجة واحدة. هو في حاجات كتير بس نقلي حاجة واحدة فيها. هي بصي في رأيي أنا هي كلمة واحدة، هي الصدق في كل حاجة بتعمليها، سكان في شغلك أو في حياتك. فدي الحاجة اللي اتعلمتها، ودي يمكن نفعتني في، واللي خلتني يمكن تبقى كلمة صعبة شوية، إني ما أقدرش أرجع أعيش في مصر بسهولة، لأن الموضوع ده قل قوي في مصر. الصدق. الصدق. ده حقيقي. في الوسط الفني. في كل حتة. في أو جميع الأوساط الإنسانية. فبقى صعب في الحياة البشر بينهم الناس كلها بقت حلنجية. الحلنجية كتروا. الفهلوة كترت شطارة. قوي. الحلنجية كتروا قوي يا أستاذ. وبقت تعتبر شطارة. شطارة. وميزة. مع إن بالعكس كانت زمان على أيامهم ده كان غلط. إيه الراجل الديبودي الصادق ده؟ لما يجي لي دور أحد أذاكر فيه بشكل ممل وانا ماشي اقوله وانا نايم دلوقتي ولا وأنا حاجه دلوقتي لغايه ما بتوحد مع الشخصيه. انا اشك ان في ممثل في مصر لا ما بقاش، لان كلهم فهلوه. مع احترامي مش الفهلوه، بيسمعوا الكلام اللي بيقولوه ما بيعيشوش. وعشان كده في فنانين كتير من الجيل الجديد طلعت وراحت، ما فيش حد بيسيب. بس انا عجبني ابن احمد، بس انا عايزه اشوف اللي بيستمروا. اللي بيستمروا بقى دول عايزه اقابلهم بصراحه. احمد ركز على كلمه مش بسيطه، الصدق. الصدق والاجتهاد بتنازل لو عرض عليا دور بفلوس عاليه جدا ودور خطير وانا حبيته اختاره، هو نص الاجر طبعا، يعني مش مبالغه. الدور هو اللي بيحدد ان انا اوافق او ما اوافقش. ايه؟ بدور على الماستر سين. لو ما فيش ماستر سين ما اعملش. انا في مسلسل عملته جيت على ووافقت عليه على الماستر سين بيه. جاء المخرج واحنا بنعمل الشمس ما لحقش يعمله، لغاه. اعتذرت. كنت مصور لغايه ما اجبرته على انه يرجع وفعلا لما اتذاعت المشهد اللي قلت عليه هو الناس معجبه بيه جدا. قبل بقى ما الشمس تقع والماستر سين بتاع حلقتنا النهارده، الفيلم اللي احنا هنحضره في مهرجان الجونه اللي بيتحضر من سنه 2002 وهيتعرض النهارده من 12 إيه؟ سنه بتاع بشير الديك اللي هيتعرض الفارس والاميره اللي احنا جايين كلنا هنا عشانه. ده انا بيتهيألي انا مشترك فيه. مش كده؟ اصل ده انت الفارس. لا اصل 2002 دي كام؟ 17 سنه. 17 سنه الفيلم بيتحضر. وبعدين انا اللي جابني مهرجان السينما في الجونه الفيلم ده. الاول وهنمشي من غير ما نتكلم عنه. لا في الدوره الاولى والثانيه اقول يا سلام، الممثلين بقى طالعين وانا مش ممثل. هو انا مش ايه، مش عضو نقابه ولا ايه؟ لغايه ما الزمن لف وجيت بالفيلم دعوه. كنت سعيد بشكل واسعد ان انا هشوف الفيلم ده بعد 12 سنه. 17 سنه. فانا سعيد قوي قوي قوي. عامل دور شرير فيه بيقولوا لي بقى، وكلمني عن التجربه دي. انا مش فاكر لسه. عشان كده حريص انك تشوف. ان انا اشوف. نبوءه. انظر واسمع، انه الفارس. ما زلت صغيرا يا بني، وهل تنتظر النساء والابطال حتى نبني الاسطول؟ هل تحبوها يا بني؟ ترى هل ما زال يذكرني؟ على بلدي المحبوب. إلى متى أظل حبيسة هذه الجدران؟ والحل يا بختيتو. ما تقوليش يا بختيتو، انا ما بحبش حد يدلعني، انا راجل.
تبوءاتك يا كبير الكهنة. إذا فقد دخلنا المعركة الخطأ يا شباب. في حاجة عايز أضيفها مهمة. هو امبارح كان بيقول لي كده في قاعدة من القعدات الصفة. احنا في العيد ميلاد اللي حضرتي حضرتك كان سنة 2014 كانت 80 لما تم 80 سنة. والسنة اللي جاية في 2020 هيتم 60 سنة شغل في الوسط الفني. لازم حفلة. و60 سنة تلفزيون مصري لأنه من أول الناس اللي بدأوا في التلفزيون المصري لما بدأ الإرسال في التلفزيون المصري. ف60 سنة تلفزيون، 60 سنة، سنة فن. مسرح 60 سنة إذاعة 60 سنة سينما و20 بالضبط. فلازم نعمل حفلة بالضبط. إن شاء الله نحتفل. ربنا يديك الصحة يخليك لينا سعداء بيك، عظيم من عظماء الفن، أستاذ مدرسة، يعني كل حاجة حلوة، روح، أب، صديق. عبد الرحمن أبو زهرة يا جماعة خلطة بجد سحرية بتسحرك وانت قاعد معي. أنا بقالي الحديث بقالنا ساعة أو ساعة ونص، مش عارفة أحسب، ولكن اتسحرت بالحديث الشيق، واعتقد انتوا كمان هتتسحروا باللقاء ده اللي عرفنا فيه كواليس كتير وكواليس حلوه. انا اللي بشكرك جدا لانك خرجت من جوايا رحله الستين سنه اللي هتحتفلوا بيها دي، والتجربه، تخيلي التجارب الانسانيه اللي انا عشتها الفتره دي كلها. يعني سعيد بيكي قوي، وسعيد بقدرتك على انك تطلعي، لان المعد او المقدم عبقريته انه يخرج من اللي قدامه كل حاجه. ربنا يخليك. واحنا احنا حيتان زي بعض يا استاذ عبد الرحمن، وفاهمين بعض، ويلا ننزل الميه بقى. الله يخليك. ايه رايك؟ ايه؟ ننزل الميه. ما بعرفش انت مش حوت ولا انا. انا كنت زمان بعوم. ليه طول؟ قول يا استاذ عبد الرحمن بقى، ما تضيعش الوقت، الشمس هتروح، ننزل الميه. اتفضل.